أصحابه ومن دعا بدعوته واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، آخر حاجة شاكرين أنا فيه القدرة ما اشتمل، ربنا يقدرنا على فعل الخير. اللهم امين، رجيت ناخذ الخير ان شاء الله. شديد؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى ان شاء الله بكره حنروح ربك ييسر. وانا لسه جاي امبارح، لسه جاي النهارده على الخير الحمد لله بالسلامه، ربنا يديك الصحه. بكره نواصل المساعة. انا بعد ما عند الكل هنا بنهار شوي. طيب خلاص انت هنا؟ ان شاء الله. ثم المعاني سبعة للرائي، نتكلم في صفات المعاني، أي علمه المحيط بالأشياء. للرائي يعني هنا إيه يقصد بالرائي؟ الناظر، المتأمل، المتفكر، العاقل يعني، وليس الرائي بمعنى المبصر. الرؤية هنا بمعنى إيه؟ النظر والتأمل، كما في قوله تعالى فانظر ايه ماذا ترى، اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ايه ماذا ترى، يعني ماذا تبدي، ما هو رأيك في هذا، ترى ايه في الموضوع، اي علمه المحيط بالاشياء، حياته وقدرة ارادة، كل شيء كائن أراده، وإن يكن بضده قد أمر، فالقصد غير الأمر فاطرح المرى. فقد علمت أربعا أقساما في الكائنات فاحفظ المقام، كلامه والسمع والإبصار، فهو الإله الفاعل المختار. وواجب تعليق الاستفاف حتما دواما ما عدا الحياة، فالعلم جزما والكلام الثاني تعلق بسائر الاقسام. يعني عاوز اقول لك الاقسام الثلاثه اللي الواجبات والممكنات والمستور. العلم والكلام تعلق بسائر الاقسام. في طبعا صفات، تقسيم الصفات من حيث التعلق وعدم التعلق هينقسم الى اربعه اقسام. في لا يتعلق، في يتعلق بالبعض دون البعض، في لا يتعلق بالايه؟ بالكل. خلاص هنتكلم على التعلقات فيما بعد ان شاء الله. لما تكلمنا عن القدرة برب حد غائب عشان نربط الماضي بالحاضر، قلنا القدرة صفة ايه تعرفها؟ صفة ازلية يتأتى بها ايجاد الممكن واعدامه من وجود او عدم، ومقدار وزمان ومكان وجهة، يعني كل ما يتعلق به بامر الممكنات. فلا تعلق للقدرة لا بالواجبات ولا بالايه بالمستحيلات. ليه؟ لان الواجب لا يقبل الا امرا واحدا، الا حالة واحدة، وهي ايه؟ الوجود، هو الثالث العقلي الذي لا يمكن فيه الانتفاع، ده الواجب. فلا تتعلق به القدرة، لأن التعلق معناه ايه؟ طلب الصفة امرا زائدا على قيامها بالذات. يعني الصفة دي صفة القدرة صفة ازلية، تعرف ايه؟ صفة ازلية قديمة يتأتى، وصفة قائمة بالموصوف اللي هو ايه؟ اللي هو الذات. هل قيام الصفة بالموصوف فقط بدون تعلق؟ يبقى كأن الصفة تطلب أمرا زائدا غير قيامه، اللي هو ايه؟ اللي هو إيجاد. إيجاد الممكن أو إعدامه ده أمر زائد على قيام الصفة بالموصوف. واضح؟ يبقى معنى التعلق طلب الصفة أمرا، احفظوها عشان كلمة التعلق هتكرر كثير جدا. تعلق معناه طلب الصفة أمرا زائدا على قيامها بالذات. طلب الصفة هو معنى كلمة التعلق، أمرا زائدا
على قيامها بالذات. ايه هو الامر الزائد اللي هو معنى كله؟ يعني مقتضى استلزام اقتضاء، يعني الطلب الزائد ده يعني معناها اقتضاؤها واستلزامها. فالقدرة تقتضي ايه؟ والعلم يقتضي ايه؟ الارادة تقتضي ايه؟ او يستلزم من كونه تعالى مريدا ايه؟ اهو معنى كلمة ايه؟ طلب الصفة امرا زائدا على قيامها بالذات. هذا هو ايه؟ التعلق. فالقدرة صفة، كلمة صفة، كلمة صفة تطلق على معنى وجودي او على معنى سلبي، لان الصفات السلبية تسمى ايضا صفات، وهي ايه مدلولها؟ ايه عدم امر، ما فيش حاجة، ما في امر يعني، ومع ذلك سمي الصفات، لان الصفات اما ان تكون سلبية او كيف، اما ان تكون نفسية، اما ان تكون معان او معنوية. كلمنا في المعاني لسه هيأتي به المعاني. فكلمة صفة تطلق على السلب وعلى الوجود، على نفي شيء او على اثبات شيء. هنا بنتكلم في النفي ولا في الاثبات؟ في الاثبات، لان العلم صفة وجودية، لذلك القدرة السمع والبصر والكلام اللي هي الصفات الايه؟ السبع التي يقال صفات الايه؟ المعاني. صفة يتأتى، كلمة يتأتى قلنا لا تفهم على ظاهرها، لانه كلمة يا مثلا هذا يتأتى به الكتاب، يعني يتحصل به، فلا تفهم كلمة يتأتى بالنسبة للقدرة على ظاهرها كاستعمال الآلة، يعني معناها كأنه هذه القدرة كأنها مثلا آلة، شيء يعاون الذات على أيام، ما تفهمهاش كده. نعم الشيء شكرا. كده مية؟ موجودة المية. فيها مية؟ فيها. وكلمة يتأتى لا تفهمها على ظاهرها، يعني هي معنى ما تفهمهاش انها يتأتى، يعني يتأتى، بس بالنسبة لنا التأتى بمعاناة وآلة، يعني مثلا انت لا تستطيع ان تذبح الا بآلة، ولا تكتب الا بوسيلة اللي هي ليه القلم، فلا تفهم القدرة على انها آلة او وسيلة او فيها معاونة او كذا، ليه؟ لاستحالة ذلك على الله تعالى، لأن التأثير حقيقة للذات، يبقى المؤثر إيه؟ ها؟ حقيقة الذات مش الصفات. أمال يعني بعض الناس يقول لك كده، شوف انظر إلى فعل القدرة أو إلى عظمة القدرة، يعني ينسب التأثير إلى القدرة، مش كده؟ فقولهم القدرة يعني فعالة أو جبارة، هذا مجاز، مجاز، لأنه في الحقيقة في علاقة قيام الصفة بالموصوف، في طبعا مجاز عقلي، في مجاز مرسل، أنواع المجازات أنتم عارفينها. فهنا لما يطلق الفعل ينسب إلى القدرة، لو أراد به المجاز لا يفسق ولا يكفر، وإنما الأولى إيه؟ يعني ينهى أو يحرم أو يمنع أن ينسب الفعل إلى الصفة، فنقول إيه؟ هذا فعل القدرة الإلهية، ولكن نقول هذا فعل الله. ألم ترى، لم يقل كيف فعلت قدرة ربك، إنما كيف فعل ربك كده؟ فينسب الفعل إيه؟ إلى الذات، ولا ينسبه إلى الصفة. لكن لو كان مجازا لا يكفر ما لم يرد الانفكاك والاستقلال، يعني متى يكون كافرا؟ اذا اراد الانفكاك والاستقلال، اي ان القدرة مؤثرة باستقلالها وحدها، يعني بدون الذات. هنا يأتي الكفر، فصل الذات عن ايه؟ عن الصفات، مع انه هل الذات هي الصفات؟ طبعا لا، مفهوم الصفات امر زائد على مفهوم الذات. طب هل هي غير الذات؟ قالوا ماذا تريد بالغيرية؟
إن أردت الغيرية بمعنى الانفكاك والاستقلال هذا محال، لأن كل غيرين يتصور انفكاك أحدهما عن الآخر واستقلال أحدهما عن الثاني. لكن هنا لما كان الانفكاك أو الاستقلال مستحيلا جاءت هذه العبارة: الذات ليست هي الصفات وليست هي غيرها. إيه؟ لما هذا تناقض، قال لك لا، تناقض إذا أردنا الغيرين المنفكين أو المستقلين هذا تناقض. إنما الغيرية هنا غيرية اصطلاحية وليست غيرية لغوية، لأن كل غيرين في اللغة عند غير ده معناها ده يوجد بدون هذا، أو هذا ينفصل عن هذا، أو هذا ينفصل، هذا هو الغير في اللغة. لكن هنا اصطلاح، يعني قالوا لا غيرها بمعنى لا غيرها بمعنى يوجد هذه بدون الايه؟ بدون الأخرى. هذا لا يصح. هذا الغيرين هنا معنى اصطلاحي وليس معنى ايه؟ لغوي، يعني في الاصطلاح كده. واضح؟ فلو اسند الفعل الى القدرة مجازا مفيش ايه؟ كفر. ولكن لا يجوز اطلاق لفظة واسطة او آلة، يعني لا نقول فعل الله هذا بقدرته، يعني بواسطة قدرته. خلاص، اذا اردنا الواسطة او الآلة هذا لا يجوز، انما اذا اردنا الصفة يجوز. مثلا نقول خلق الله تعالى العالم بقدرته، يعني بصفته قادرا، ليس بواحد. تشوف المعاني الالفاظ تختلف بحسب المقاصد. يعني عندما تقول خلق الله العالم بقدرته، ان اردت بواسطة القدرة بدنا ينفعش كان، لما اردت بصفته ايه؟ مقتدرا، او بانه موصوف بانه قادر، هذا المعنى هو عين الايه؟ المراد، وهو الصحيح. ويحرم ان يقال القدرة فعالة، او انظر الى فعل القدرة، او نحو ذلك مما يقوله بعض الشعراء وبعض الناس الادباء في الكتابة، يسندون الى الايه؟ الى الصفات، لا الى ايه؟ لا الى الذات. ليه؟ طيب حرام او خطأ ليه؟ لانه فيه ايهام، يعني لولا هذا الايهام لما كان حراما. ايه هو الايهام ده؟ انه يوهم ان القدرة مؤثرة بنفسها، يعني بدون الذات. اما اذا كان هذا الايهام غير وارد او يعرف او مقترب منه خلاص. فان قصد ذلك، يعني ان قصد ان القدرة مستقلة بالتأثير يعني منفصلة عن الذات، كفر خلاص بدون. ليه؟ لانه عدد القدماء، والقديم ايه؟ واحد لا يتعدد. فاسناد القدرة التأثير الى القدرة قلنا ايه؟ مجاز. مجاز ايه؟ عقلي. علاقته ايه؟ او علاقته السببية. خلاص كده؟ زي في قوله تعالى في سورة مريم: فتمثل لها بشرا سويا، قال انما انا رسول ربك لاهب لك. من الذي يهب؟ هو اسند الايه؟ اسند ايه؟ الهبة لنفسه، ولم يسندها الى الله كده. قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما، يعني كأن الواحد مين هنا؟ جبريل مش ربنا. لازم جاء المعنى هنا، المعنى انه اسند الهبة لنفسه مجازا، هذا مجاز عقلي. علاقته السببية، لانه هو سبب في ايه؟ في ذلك. فكيف يكون سبب؟ مش هو اللي نفخ النفخة؟ تمام، فنفخنا فيها ايه؟ من روحنا. ده ايه؟ علاقته السببية. لكن في قراءة ثانية بكده بالياء مش بالهمزة، قال انما انا رسول ربك ليهب. رجع ايه؟ ده موجود وده ايه؟ موجود. بالياء جرى حلو بحره بخلف، يعني ورش يقرأها ايه؟ بالياء. ورش جرى، وابو عمرو يقرأها بالياء، وقالون يقرأها بالياء وبالهمزة، يعني بايه؟ بوجهين، والباقون بالهمزة.
يبقى القرينة على هذا المجاز ايه هي القرينة؟ انه ده مجاز مش حقيقة. يقولنا في الحقيقة يعني معناها هو القدرة مش مؤثرة، انما التأثير هو ايه الذات. وقلنا هذا مجاز. متى نقول مجاز؟ اذا امتنع ارادة المعنى الحقيقي. ايه هو المعنى الحقيقي؟ انفراد الصفة بالتأثير. وهذا هو ايه؟ هذا هو الايه ده الحقيقة. اذا هذا هو الايه الممنوع. اذا لما علمنا ان تأثير القرينة على هذا المجاز لاستحالة المعنى الحقيقي اللي هو قيام التأثير بالقدرة، يعني القدرة تبقى ايه مؤثرة بنفسها بدون ايه الذات او بانفصالها. اذا كان هذا المعنى اللي هو الحقيقي مستحيلا يبقى نلجأ الى ايه؟ الى المجاز. زي ما انت تروح المسجد فتقول كده رأيت اسدا يخطر، اذا يستحيل ارادة المعنى الحقيقي، لانه لو كان اسد حقيقة ما صلى خلفه احد ولا كان. فمعنى كده ينصرف الذهن مباشرة الى الايه؟ الى المجاز لاستحالة المعنى الحقيقي. طيب ليه هنا استحال المعنى الحقيقي؟ لانه حيوهم تعدد القدماء كده. وفي كمان مشكلة اخرى وهي قيام المعنى بالمعنى. يبقى لان القدرة دي صفة للذات، ولو كانت القدرة مؤثرة هيسأل هنا سؤال، هل تأثيرها بقدرة؟ يعني هي بتؤثر بقدرة، يبقى حيقوم معنى بمعنى، قدرة بقدرة، يعني حتقوم صفة بصفة، أو حيقوم عرض بعرض، طبعا ده كله إيه؟ مستحيل، فيلزم قيام القدرة بالقدرة، طب القدرة الثانية بقدرة، وهكذا حيأتي إيه؟ تلتبس الأوزار، هذا مستحيل، يبقى عشان كده نلجأ إلى المعنى الإيه؟ المجازي ونريح نفسنا. يبقى ما تفهمش كلمة إيه؟ يتأتى على إيه؟ على ظاهرها، بمعنى انه ايه كلمة قدرة يعني واصبة او ايه او آلة، لانه لو فهمت على هذا المعنى الظاهر فيكون معنى هذا انه تعالى يكون قادرا. حتى ببساطة اذا كانت ايه الفرق بين الواصبة والآلة والصفة؟ يعني مثلا هل انا نجار شنو؟ ولو مش معاي القدوم دي او الآلة المنشار لا يمكن اصنع ايه هذا الكرسي او هذا الشباك او هذا الباب. يعني انا نجار ومع هذا لست قادرا على صنع هذا الكرسي الا مع وجود الآلة. لو اردت هذا المعنى هو ده الخطأ. دي آلة مش كده؟ او مثلا ايه واصبة، يعني بواصبتها والمعنى متقارب. يبقى اذا هذا المعنى غير مراد، لانه معناه انه تعالى لا يكون قادرا الا عند وجود هذه الواسطة او هذه الآلة، وهذا المعنى كفري لان هذه الصفة ازلية تمام قائمة بذاته تعالى بخلاف الآلة والواسطة، دي حادثة ومنتفية تماما المعنى اللي احنا قلناه. يتأتى بها ايجاد الممكن. كلمة إيجاد هنا ده تعلقة، ده التعلقة. أما دخلنا هنا إيجاد خرجنا من قيام الصفة بالموصوف إلى أمر آخر اللي هو التعلق. إيجاد الممكن وإعدامه. طيب إيجاده يعني إذا كان عدما لا يمكن، لأن الممكن سواء كان له وجود يعني تحقق او لم يكن له وجود لا يخرج عن وصف الامكان، فمستوى فيه طرفان انه ايه موجود وانه ايه معدوم. لكن اذا رجح طرف على اخر خلاص اذا تعلقت به ايه القدرة، فالتعلق الثاني يكون عكس التعلق الايه الاول. اذا تعلقت به ايجادا يبقى التعلق الثاني حيكون ايه اعداما. إذا التعلق الإيجاد ده بيسموه تعلق تأثير، تأثير
يعني لما توجد او تخرج الممكن من العدم الى الوجود. بس خد بالك العدم ده اما ان يكون ممكنا يعني يبقى قابل للوجود، وفي عدم لا يقبل الوجود لانه المستحيل ايضا معدوم، والممكن فيه عدم وفيه وجود. لكن الفرق بين عدم الممكن وعدم المستحيل ان عدم المستحيل لا يقبل، يعني تظل صفة العدم ملازمة له، اما الممكن لا يعتريه الامران، يا اما يكون موجود يا اما يكون غير غير موجود. هي تتعلق بالممكن من حيث ايجاده وادامه. اما المستحيل فيه العدم لكن لا تتعلق به القدرة، لان العدم هنا غير العدم فين؟ في المستحيل. فبعد ما وجد الممكن هل تتعلق القدرة به بعد ايجاده في تعلق؟ قال ما هو الايجاد ده هيستمر ولا هينعدم؟ خد بالك، لانه اذا تعلقت القدرة بالممكن ايجادا وجد. قال لك الايجاد ده مرتبط به بامداد هذا الممكن باعراضه، والعرض عند الامام الاشعري على قول الاشعري لا يبقى زمانين، فبمجرد ما يوجد ينعدم. فلا بد يبقى في تعلق ثاني بعد الايجاد اللي هو استمرار الوجود، يعني امداد بالاعراض بصفه مستمره. لا يبقى معناها مش وجد خلاص، ده هو بعد ما وجد في الحال حينعدم. وبعدين ايه فايده؟ مفيش داعي للايجاد، ما رجع الى العدم. فيبقى في حاجه ثاني بعد الايجاد اللي هو الايه؟ الاستمرار، يعني يبقى مستمر في الايه؟ في الوجود. ليه؟ لانه الامام الاشعري بيقول ايه؟ البقاء صفه وجوديه، كذلك على الصحيح تعلق قبضه إن شاء أعدمه أو تركه باقيا. ده على رأي الإمام الأشعري، قال إنه التعلق ده باستمرار مش تعلق تأثير، تعلق الإيجاد هو تعلق إيه؟ تأثير. إنما تعلق الاستمرار كده اسمه إيه؟ تعلق قبضة، يعني يظل في قبضة الإيه؟ القدرة. إن شاء أعدمه، يبقى في تأثير كامل للإعدام، أو أبقاه، يعني تركه ايه؟ تركه موجودا. يبقى في حاجه في القدره، لما تقرا في الشروح الواسعه تجد التعلق هنا مش تعلق ايجاد واعدام فقط، ده تكلموا في تعلقات القدره وصلهم الى سته تعلقات، خمسه او ايه او سته. اول شيء تعلق ايه معنى احنا فهمنا تعلق الايجاد هو ده ايه؟ تعلق التأثير. لكن ايه معنى تعلق القبضة؟ قالوا لا، القبضة معناها ايه؟ ان الممكن في قبضة القدرة ان شاء ابقاه على عدمه وان شاء اوجده، ده اذا كان معدوم هو ممكن، والعكس إذا كان موجودا إن شاء أبقاه على وجود. يبقى تعلق القبضة في الحالتين، في حالة كونه موجود أو كونه معدوم. يبقى القدرة لها تعلقات ستة، خمسة أو ستة أو سبعة تقريبا، سبعة ذكرنا أو ذكر الشيخ منها واحد اللي هو التعلق الصلوح القديم. فالقدرة لها كم تعلق؟ لها تعلقان اللي احنا عارفينه، تعلق صلوح قديم وتعلق تمجيدي حادث. إرادة حيجي لكن ليها ثلاث تعلقات. نعم. تزيد تمجيد قديم. هيزيد تمجيد قديم. واضح كده؟ نعم. بالنسبة لتعلق القدرة الصلوحي القديم. يعني إيه معنى صلوحي أو صلوحي؟ في ضبط كده صلوحي قديم صح. نعم. أو صلوحي قديم. نعم. يعني لا تخطئ اللي يقول صلوحي ولا اللي يقول إيه؟ صلوحي. بالضم. إذا الصلوح القديم اللي أشار إليه الشيخ الدردير رحمه الله تعالى بقوله يتأتى، أو معنى يتأتى يعني
يتحصل او يكون، يعني اي عبارة هتقولها هي اللي تؤدي المعنى. يعني هو تعالى في الأزل قادر على إيجاد العالم في الأزل؟ لا لا، فيما لا يزال. لأن لو قلنا قادر على إيجاده في الأزل يبقى القدرة تعالى بالمستحيل. لا لا، تعلقت القدرة بالمستحيل اللي هو إيه؟ لأن الممكن من صفات الحدود، الحدود لا يكون أزليا إلا لو كان أزليا. هناك فرق بين أزلية الإمكان وبين إمكان الأزلية. نعم. أزلية الإيه؟ الإمكان وإمكان الأزلية. الإمكان. نعم. وإمكان الأزلية، هل الأزلية تكون ممكنة؟ لا. لا. فنحن نقول بالإيه؟ بالأول. نعم. دون الإيه؟ دون الثاني. وهو كده معنى. معنى التعلق الصلوحي او الصلوحي القديم انه تعالى في الازل قادر. نعم. قادر. نعم. على ايجاد العالم، بس مش في الازل، لانه لو وجد العالم في الازل لشارك الله تعالى في الازلية. نعم. والازلية منحصرة فيه تعالى لقوله تعالى هو الاول، يعني كان حيشاركه العالم في صفة الاولية. نعم. يبقى قادر على ايجاد العالم بس مش في الازل، فيما لا يزال. نعم. او معنى ايه؟ صلوحي القديم. نعم. طيب التنجيز الحادث يعني ايجاد الممكن في وقت فيما لا يزال. نعم. يعني في وقت ايه؟ حدوثي. نعم. او في وقت ايجادي. نعم. ده التعلق الصلوحي ايه؟ القديم اللي هو واحد، اللي هو اللي احنا قلنا كان صلوح حد. لا، في الصلوح حادث، تعلق تنجيزي حادث. يبقى معنى الصلوح القديم صلاحيتها. يعني مثلا هل انت صالح للتدريس؟ مثلا انت اذا تصلح لان تدرس، نعم، ان هذا ايه؟ تعلق صالح، رغم انك لم تدرس. نعم. وعندما هو ده التنجيزي، عندما يتم التدريس وهذا التنجيزي ليه الحاجة، فكأنه تعالى قبل ايجاد الخلائق قادر، له صفة القدرة، بس كيف يكون خالقا ولا مخلوق وقادرا ولا مخلوق؟ هنا ايه اللي بنسميها بالقوة بالنسبة للحادث، بالنسبة للقديم يسمى تعلق صلوح، بالنسبة لنا احنا نقول قوة ونقول بالفعل. يعني يا مولانا في القديم ما نقولش قوة ولا فعل، ما نقولش قوة لانه هو قادر. نعم. بس فيما لا يزال، ده معنى التعلق الصلوح القديم. بالنسبة لنا احنا بالقوة وبالفعل، نقول بالقوة وبالفعل. نعم. وهي معنى كلمة بالقوة وبالفعل، عندما تسأل فلان ده ضاحك بالقوة، مش كده في المنظر؟ نعم. في ضاحك بالقوة، في ضاحك بالفعل. ما معنى ضاحك بالقوة؟ يعني قادر على الضحك وإن لم يضحك. يبقى معنى تعريفها في كلمة، تعريف بالقوة يعني إمكان حصول الشيء عند عدم حصوله. نعم. مش كده؟ نعم. أو معنى بالقوة إمكان وصول الشيء عند عدم حصوله. نعم. يعني انت لست بضاحك، لكن يمكن ان تضحك. نعم. عندما تكون غير ضاحك ممكن تضحك، ممكن. او ده معنى بالقوة. وما معنى بالفعل؟ يعني حصوله بالفعل. خلاص كده؟ نعم. حصوله بالفعل. زي مثلا انت قادر او تكتب، يعني انت مكتب بانك فتسمى كاتبا حتى عند عدم الكتابة. نعم. لتأتي الصفة منك عند عدم وجودها، ففي أي وقت تكتب. نعم. لكن عندما تكتب بالفعل أو ده بالفعل. نعم. فأنت كاتب حتى وأنت نائم، بس بالقوة. قوة. نعم. يبقى اسمه بالقوة، اسمه بالفعل. والتعلقات الأخرى تعلق قبضة، وهو تعلقها بعدمنا، تعلق قبضة، تعلقها تعلق قدرة بعدمنا فيما لا يزال قبل وجودنا. افهم كده واحدة واحدة عشان نثبته. القدرة متعلقة بعدمنا فيما لا يزال قبل وجودنا. ايه معنى كلمة فيما لا يزال؟ الأزل معناه نفي الأولية، وما لا يزال معناه إثبات الأولين.
فبيقول اترك الأجل وما عدا الانتقال من المدد أو من الزمن ده إلى الأجل ده خيال ما تفهمهاش كده. نعم. كل ما في الأمر إنه بعد أو غير الأجل يسمى إيه؟ ما لا يزال. نعم. طب ما لا يزال ده بس بعد إيه؟ خط كده يفصل بين الأجل وبين ما لا يزال، وخط ده عقلي لا تفهمه إلا كده بس إيه؟ مش هتستطيع، لأنه ليس هناك مدة إلا ويتوهم أو يقدر العقل مدة قبلها. يعني لو قلت لك مثلا 100 مليون سنة هتقول طب وقبل كده وقبل كده وقبل كده، ما يمكن تقف عند شيء. فكونك تصل إلى الأجل ده مش هتصل إليه بعقلك خالص، إنه تفهم معناه إنه عدم الأولين بس كده. بعد كده طبعا بعديه هنا من زمنية برضه. نعم. لأنه لو علمناها زمنية هنرجع للمشكلة تاني. نعم. بس بعد كده ترتيب عقلي عشان نفهم الكلام وحنا نلقى ضاقت العبارة ضاقت العبارة، فما فيش ما يعني مفر اللي احنا نرتب فينا الترتيب اللي هو المنطقي. نعم. يعني بعد أن نترك خط الأجل يبقى إيه؟ ما عداه إلى ما لا نهاية كده يسمى ما لا يزال. نعم. ممكن نوجد بعد النقطة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو لا نوجد. نعم. إذا ما لا يزال ده مش من الأجل فقط. نعم. من النقطة الأولى أو الثانية اعتبرها مثلا 10 نقاط، احنا وجدنا في أي نقطة؟ في النقطة السابعة. نعم. قبل كده كانت متعلقة القدرة ولا مش متعلقة؟ متعلقة بنا ايه؟ يعني متعلقة بعدمنا قبل وجودنا فيما لا يزال تعلق قصبة. ايه معنى تعلق قصبة؟ يعني كان الله قادرا على ان يبقينا في دائرة العدم. لا يخرجنا الى الوجود. نعم. او معنى لو امسك لجعله ايه؟ مستمرا. ولكن قطعه بوجودنا. نعم. إذا الذي انقطع بوجودنا هو عدمنا مما لا يزال، لا العدم الأزلي، فإنه لا ينقطع أبدا. مستحيل، لأنه لو انقطع العدم الأزلي لا وجدنا في الأزل ولا شاركنا الحق تعالى في الأزلية. وده مستحيل. إذا عندك إحنا إيه؟ ده أول تعلق يا مولانا كده. احنا في الازل كنا ايه؟ عدم في الازل. نعم. والعدم الازل ده ما ينقطعش. لما احنا قلنا الان الازل ده واجب، ومن صفات الواجب لا يتصور فيه الا حاله واحده، الوجود. ما هو الوجود بس هنا حاجه عكس، لانه ايه الوجود الازل اللي هو يعني العدم الازل يكون موجودا يعني ولا 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 يطلق على الوجود ثابت. نعم. الى ايه؟ ما لا نهايه. اذا الذي انقطع بوجودنا نقضي يعني ونقول ده كيف شو الان بس احنا في الازل عدم مش كده؟ نعم. يبقى عدمنا ازلي ووجود الحق تعالى ازلي. يبقى تعالى كده طب لما كان بنقول كده الازل ده او الواجب ولا يتصور فيه الا اذا معناها كان لزاما ان نبقى في هذه الدائره لا نخرج منها ابدا. تقول هنا التعلق الصلوح ده كما هو على ما هو عليه لم يتغير. انما الذي انقطع ده التنجيدي الحادث انقطع بوجودنا فيما لا يزال لا في الايه؟ لا في الازل. وعلى هذا يفهم عبارات الصوفية لما يقول لك ايه؟ الكائنات بأسرها لم تشم رائحة الوجود. اي الوجود الازلي. الازلي نعم. مش الوجود الايه؟ فيما لا يزال. فيما لا يزال. ولذلك العبارات دي دقيقة، عاوز اهل تخصص وعاوز دارسين. لو واحد قرأ يقول لك يا عم هو بينكر وجود العالم، بينكر ما هو المشاهد. ده انت كده شوف يا فرق بين العبارات. نعم. ده تعلق القبضة ده ايه؟ الاولاني تعلقها بعدمنا فيما لا يزال، لان لا تتعلق بعدمنا الازلي.
ليه؟ لأنه واجب. واضح؟ ما في مشكلة هنا يا مولانا. ايه المشكلة؟ اول شيء او اول جزء فيما لا يزال هيبقى في تعلق قدري في العدم. ايه طبعا. لم يتلقه عدم فيما لا يزال. ايه ما هو دي ما تتصورهاش بعقلك، هي تقدرها تقدير كده بالعقل، مش هتشتغل. ما هو لازم هيكون لي اول وكيف ما لا يزال، ما هيكون ملوش اول، هنرجع لازم يكون لي اول ولو اول ثانية. طبعا دي امور ده واحد الاول متعلق ايه قبضة وتعلقها يعني القدرة الالهية لعدمنا فيما لا يزال قبل وجودنا. كلمة قبل وجودنا فهمتنا شوية، بمعنى انه تعالى ان شاء قطع ذلك العدم بقدرته وابدله بالوجود. والحقة والعدم اللي هو فيما لا يزال مش الازل. قطع ذلك العدم بقدرته وابدله بالوجود وإن شاء أبقاه. واضح؟ نعم. وكذلك استمرار الوجود إن شاء أبقاه وإن شاء قطعه بالإيه؟ بالعدم. نعم. إذا احنا وصلنا إلى كم تعلق؟ واحد، اثنين، تعلق بالفعل. يبقى الأول اسمه تعلق إيه؟ قبضة. في تعلق بالفعل اللي هو تعلق التأثير، تعلقها بإيجادنا بالفعل. نعم. بعد العدم السابق. كم دول؟ اثنين. اثنين. نعم. ثاني اسمه ايه؟ تعلق بالفعل اللي هو تعلق التأثير. اول ما تسمع كلمة بالفعل او بالإيجاد ده تعلق ايه؟ تأثير. ثلاثة، تعلق قبضة الوجود اللي هو استمرار الوجود. نعم. بعد الايه؟ العدم. نعم. أربعة، بالفعل بإعدامنا بعد الوجود. نعم. أربعة. خمسة، باستمرار العدم. خلاص عدلنا. نعم. برضو القانون العدم ده يستمر او ما يستمرش برضو ده قبضة. نعم. الاولاني. نعم. الثالث، بايجادنا عند البعث. نعم. يبقى ده تعلق ايه ده؟ تعلق تأثير وايجاد. بعد كده ما نذكرش حاجة تاني. ليه؟ لانه التعلق ده خلاص وعد الله تعالى به وبين انه ده ايه خالدين فيها ابدا، هنا خالدين فيها ابدا. ما نقدرش تاني ايه؟ ما فيش تابع قدام. ما فيش تابع تاني. يقول الستة الاولان اللي قلناه في صلاح الايه؟ القديم اللي قلناه دي. يعني استمرار الوجود اللي هو في البقاء ده ملوش قبضة؟ ما ده اسمها خلاص ده كده تأثير. ده تأثير. ده ده تأثير. نعم. فعشان كده قلنا ايه؟ ما ذكرناش تعلق بعده. نعم. اذا التعلق في وجود الممكن. التعلق تكلمنا عن كم نوع؟ ستة. نعم. التعلق في وجود الممكن، تعلق القدرة في إيجاد الممكن، أمر متفق عليه لم يختلف فيه اثنان. نعم. يعني القدرة تتعلق بإيجاد الممكن. نعم. يعني التأثير في كونه يكون موجودا بعد أن كان في دائرة العدم. نعم. هذا لا خلاف. إنما الخلاف إيه؟ إعدامه. في التعلق الإعدام ده هل هو تعلق قبة زي ما قلنا ولا تعلق تأثير في الإعدام؟ هنا يأتي الإيه؟ إشكال الكلام. فما قاله القاضي ومن تبعه تعلق القدرة بوجود الممكن ده متفق عليه، تعلق تأثير. وكذا برضو القاضي قال كده بعدمه الطارئ بعد وجوده تعلق تأثير أيضا، فإن شاء أبقاه وإن شاء قطعه وأبدله بالإيه؟ بالعدم. خالفوا القاضي أبو بكر الباقلاني، خالفه الإمام الأشعري وإمام الحرمين أبو المعالي الإيه؟ الجويني. قالوا لا، إحنا مش معاك في الموضوع ده. مش مع مين؟ مش مع القاضي. يعني القاضي قال انه التأثير ده مش يكون في الإيجاد فقط ويكون في الإعدام. يعني كأنه عندما تعدم القدرة الممكن بعد إيجاده هذا تأثير. لكن خالف في هذا القاضي هو اللي قال كده، قال في تعلق يعني كل تم الإيجاد ده تأثير. نعم. يعني ما فيش اختلاف في أن القدرة تتعلق بإيجاد الممكن. نعم.
خلاص كده؟ نعم. لكن جاء القاضي أبو بكر الباقلاني قال القدرة تتعلق بإيجاده وتتعلق بإعدامه. مين اللي خالف كده؟ خالفه الإمام الأشعري أبو الحسن الأشعري، وخالفه الإمام الجوين أبو المعلى، وإمام الملقب بإمام الحرمين. قالوا لا، القدرة تتعلق بإيجاد الممكن، أما بإعدامه لا، لأنه عدم ذاتي من نفسه كده، لقولهم الإمام الأشعري العرب لا يبقى زمانين. ومثلوا له مثال جميل جدا زي الفتيلة الضوء اللي داري. أول ما ينقطع عنها الزيت تنطفئ دون حاجة إلى أن تطفئها، تنطفئ من نفسها. يعني لا داعي لتعلق القدرة مرة ثانية. ليه؟ لأن عدم الحوادث، إيه الحوادث؟ إيجاد هذا لازم يكون فيه تأثير، لازم يكون فيه فعل فاعل زي ما يقولوا. إنما إيه الحوادث؟ الحوادث متمثلة في الجواهر والأعراض. جوهر ألا إنما الموجود عرض وجوهر عرض. بالنسبة للأعراض قالوا عدم العرض لأنه لا يبقى زمانيا. قالوا لا ينزل الإنسان في النهر، لا يغتسل الإنسان في النهر مرتين أبدا. عارف اللي حينزل في المرة الثانية دي إنسان ثاني مدة بوجود آخر غير الأولان، يبقى معناها العرب ده من ذاته أنه منعدم فور وجوده. أمال اللي بيتجدد إيه ثاني؟ عرض مثله. وهكذا يخلق ليظل الحق خلاقا على الدوام. وكلما ينعدم زي اللون مثلا، ينعدم في الحال ثم يتجدد ثم يخلق الله هكذا. وهو الخلاق العليم سبحانه وتعالى. فالخلق فيك متجدد لحظة بلحظة، في كل لحظة تخلق خلقا ثم أنشأناه خلقا آخر. كيف؟ فتبارك الله أحسن الخالق. يبقى الحوادث عبارة عن جواهر وأعراض. الأعراض عدمها واقع بنفسه لا بالقدرة. إذ إن أثر القدرة عندهم، عند مين دول؟ كان يتكلم إمام الحرمين والأشعري. ركز معي. قالوا هي منعدمة بنفسها لا بالقدرة. ليه؟ لأن أثر القدرة عندهم وجودي، القدرة توجد، إنما عشان ينعدم قال لك كل ما في الأمر لو ربنا سبحانه وتعالى العرب باب من نفسه منعدم من ذاته، بابو الجوهر. قال إعدامه بإمساك الأعراض عنه لأن بقاءه مشروط قيام العرب بإمداده بالأعراض. فإذا أمسك عنه العرب ينعدم من نفسه أيضا. يعني مش محتاج ليه لتأثير جديد. فعلى هذا أثر القدرة عندهم وجودي. حفهم هالك بالتكين كده، يعني عندك إيجابي وسلبي، موجب وسلبي. قال القدرة ما تتعلقش بالسلبي، تتعلق بالإيه؟ موجب. بالموجب إيجابي تمام؟ نعم. ولا تعلق لها بالعدم. وعلى هذا فالحادث إما جرم وإما عرض. والعرض من صفاته الذاتية الانعدام بمجرد الوجود من غير فعل فاعل. والجوهر استمراره في الوجود مشروط بإمداده بالأعراض. فإذا أراد الله تعالى عدمه أمسك عنه الأعراض فينعدم الجوهر بنفسه مباشرة دون إعدام معدم. كل ما في الأمر إذا أردت أن تطفئ السراج ما تروحش تطفيه، لأنك لو طفيته ده تأثير وجودي. كل ما في الأمر تقطع عنه الزيت، فتجد الفتيلة انطفأت من نفسها بعد ما انقضى الزيت، هتروح تطفئ ما هي مطفية. يبقى انتهى الموضوع. ده كلام مين؟
الامام الاشعري كلام الاشعري والجوين هذا هي مذهب. نعم. ليه مبني على هذه القاعده ان العرب لا يبقى زمانين. مولانا ده مذهب المتقدمين مذهب الاشعري والجوين. لا حنأتي الكلام. نعم. اذا مذهب الامام الاشعري ان القدره لا تتعلق به بعدمنا بعد وجودنا. وإنما تتعلق بإيجادنا فقط. فإذا أراد الله تعالى إعدامنا أو عدمنا قضى عنا الإمداد. نعم. فتنعدم الكائنات من نفسها كالفتيلة إذا انقطع عنها إيه الزيت. عنها الزيت. وقلنا هذا مبني افهم القائد على أن العرب لا يبقى زمانين. نعم. أن من صفات العرب الذاتية تعرفين الأحكام العرب السبعة. نعم. زيد إيه مقام من تقل ما كمنا من فك لعدم قديم لحن. هذه الأحكام الذاتية العرب. نعم. فمن صفاته الذاتية انعدامه بمجرد وجوده. نعم. إذا هذا هو مذهب الإمام الأشعري ومع مين الجويني أنها لا تتعلق بإعدامنا بعد وجودنا بل إذا أراد الله عدم الممكن قضى عنه الإمداد فينعدم بنفسه كالفتيلة. وقال بعض العلماء الأولياء فلولا إنعامه تعالى على المكونات بإيجادها افهم ذي يا ربنا أنعم على الموجودات المكونات يعني العالم. نعم. لولا إنعامه تعالى على المكونات بإيجادها لم توجد. نعم. ولولا إنعامه بإمدادها بالوجود المتجدد في كل لحظة لاضمحل وجودها لأنها معدومة في كل لحظة. وهذا هو المعنى الحقيقي لكلمة أو لعبارة أو لجملة لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنت القوة والتحول ليس من إمدادك وإنما إيه بقوته وقدرته سبحانه وتعالى. يعني لا حيلة لا حول معناها إيه لا حيلة لا حيلة ولا قوة يعني لا قدرة. نعم. على إحداث شيء إلا به بقدرته سبحانه وتعالى. مولانا ده برضو معنى أن الحادث كلها تفتقر إلى الوجود والإمداد. وهذا ما قاله سيدنا ابن عطاء الله السكندري. نعم. رحمه الله قال نعمتان. نعم. ما خرج عنهما موجود ولا بد لكل مكون منهما الإيجاد والإمداد. ده ايه رأي مين الكلام ده الإمام الأشعري وإمام الأشعري رضي الله عنهم والجوين. لكن هذا خلاف كلام الايه البقلاني رضي الله عنه القاضي أبو بكر مع مين كمان تاني مع الجمهور باقي ان القدرة تتعلق بايه باعدامنا بعد ايه بعد وجودنا وتأثير يعني برضه ايه تعلق الايجاد متعلق ايه وجودي ايجاد. نعم. والعدم سلب يعني سلب الوجود. نعم. لكن هم قالوا لا القدرة تتعلق بس بايه بايجاد الممكن. نعم. تعلق تأثير اما الاعدام اللي هو السلب ما تتعلقش به القدرة لانه منعدم ايه منعدم بنفسه. نعم. خلاص كده الكلام انتهى. نعم مولانا. مولانا طيب على كده المتاخرين يقولون ببقاء العرب مين يعني من اول الامام البقلاني والامام الرازي وغيره يقولون ببقاء العرب ما هو كلام الامام الاشعري اللي قال ان البقاء ده صفه وجوديه. تمام. الاشعري عنده البقاء صفه خد بالك من الاشعري احيانا المذهب الاشعري مدرسه فيها اراء. نعم. يعني احيانا الاشاعره يخالف الامام مثلا في الجمهور يعني. نعم. يعني عند الامام الاشعري البقاء خد بالك مش صفه سلبيه صفه وجوديه معناها استمرار الوجود انما عند الجمهور صفه ايه سلبيه. انت كده فهمت الاشكال اللي فهمتوش. نعم. نعم. يبقى اذا كون العرب يبقى زمانيا الامام الجمهور عنده بقاء بس صفه سلبيه خلاص كده صفة ايه سلبية اما عنده صفة ايه وجودية يعني كأنه البقاء عند الامام الاشعري من صفات المعاني. نعم. وليس من الصفات الايه السلبية. طيب عند المعتزلة البقاء ده صفة نفسية كمان ليه ايه قالوا ما هو الا الوجود الازلي. نعم. مش هو انت مش بتقول الوجود صفة نفسية. طيب الوجود هو الوجود ده هينقطع
مش دائم هو البقاء، هو البقاء، هو الوجود، هو ما هو البقاء، ما هو الا إيه يعني معناه استمرار الوجود الازلي، والوجود الازلي مش دائم حتى في الاستمرار، اما كونه ازلي معناها ايه؟ لا ينقطع، يعني ثابت، يعني ثابت. يبقى ما زدنا على وصفه بالايه؟ بالوجود الازلي، يبقى البقاء صفة نفسية. نعم. والامام الاشعري قال البقاء صفة من المعاني. نعم. والجمهور قال صفة ايه؟ سلبية. يبقى عشان عندنا من الاشعار هي وجوديه، او عشان كده لازم البقاء ببقاء، فعشان كده ما يقومش البقاء بالبقاء، فلازم ينعدم. لا لهذا قال هكذا. اما بكم ما عندهمش المعنى ده، عندهم صفه سلبيه، فمش هيترتب عليها قيام معنى بمعنى، لانه سلب. يبقى كده عندهم العرض يبقى زماني. نعم. والبقاء هنا سلب. نعم. مش معنى وجودي. واضح؟ نعم يا مولانا. في مش مشكله؟ ما فيش. مش عاوزين مشاكل، المشاكل اللي احنا فيها. يبقى قدرة وهي صفة أزلية يتأتى بها إيجاد الممكن وإعدامه من وجود، أو خلينا مع الجمهور، وإذا بس فهمنا كلام مين؟ وكلام جميل يعني، احنا ما بد كلام مين، بس هذا له وجهة ولكل وجهة هو ده اللي فهم، وده يعني كلامه مبني على أنه البقاء صفة وجودية. نعم. والآخرون مبني على أنه صفة عدمية، صفة إيه؟ سلبية. سلبية. نعم. خلاص كده؟ نعم. يبقى ما فيش خلاف في الحقيقة، يعني خلاف حقيقي، وإنما خلاف إيه؟ خلاف لفظي. وحتى لو كنا يبقى زمان، هو هل يبقى من نفسه؟ لا. ولا بإمداده؟ بإمداد أيضا. رجعنا لإيه؟ نفس الكلام. رضي الله عنه جميعا. فخلينا مع الجمهور، عاوز تختار الامام الاشعري وتخليك اشعري وحدك كده، تابع الامام الاشعري مباشرة بدون واسطة التلاميذ والمدرس. ايجاد الممكن واعدامه من وجود او عدم ومقدار، ما هو ربنا مش هيوجده كده وخلاص، هيوجده بمقدار، كل شيء عنده به بمقدار، وهيوجده في زمان. يا ربنا اوجدك في زمان مثلا سيدنا موسى، مش كان قادر ان يوجدك في زمان سيدنا ابراهيم؟ نعم. هي نفس يوجدك، يعني وجودك والمقدار الوجود وزمن الايه؟ الوجود والمكان والجهة. اذ لو لم يتصف بواحدة من هذه الصفات الاربع لاتصف بابعدها من جهل وموت وعجز وعدم قصد. جهل ضد ايه؟ العلم. وموت ضد الحياة. وعجز ضد القدرة. وعدم قصد ضد الايه؟ الارادة. الارادة. نعم. الى شيء والمتصف بأضدادها لا يمكنه ان يخلق شيئا من العالمين. يعني الصفات الاربع دي ليه يعني فصل الاربع؟ المفروض كان كمل لحد ما ايه؟ خلص السبعة. لانها عقلية يا مولانا. لانه دي دليلها عقلي، ولان هذه الاربع زي ما يسموها ايه؟ عليها مدار الألوهية وتتوقف عليها المعجزة. نعم. يعني المعجزة هي المعجزة ما ايه؟ أمر فارق للعادة غير الله عليه الإحداء النبوة. ايه اللي يخلينا احنا نتكلم في المعجزة؟ نتكلم في الإلهيات ولا في النبوات؟ في الإلهيات. لذلك تكلمنا في المعجزة، والمعجزة هنتكلم قال لك لا انت فهم، وهو المعجزة هنا فعل الله. نعم. لكن كون يظهر على يد مدعى النبوة ده حاجة في النبوات. نعم. يبقى معناها الأمر الخارق للعادة، أو أعظم معجزة هي الخلق نفسه، والخلق نعم. إعجاز. نعم. وحد يخلق غير ربه، فما يخلق فمن لا يخلق؟ مش معنى المعجزة اللي هي تظهر على يد الرسل، يعني الأمر المعجز. نعم. ولذلك ما سميت المعجزة إلا لعجز الخلق عن معارضتها، أو وأعظم حاجة يعجز الناس عنها هي الخلق نفسه. هل الإنسان يستطيع أن يخلق يعني إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا؟ جاب لهم أحقر الأشياء ذبابة، بل يعني قال لهم مش خلق فقط، ده بلاش خلق، وإن يسلبهم الذباب لا يستنقذوه ضعف الطالب والمطلوب. فمعنى المعجزة هنا عشان تفهمها مش معجزة الرسل، ولكن معجزة الخلق. فلا يكون تعالى خالقا إلا إذا اتصف بهذه الصفات الأربع اللي هي اللي هي الحياة والقدرة والإرادة الحياة والقدرة والإرادة والعلم والعلم. نعم. ومعها مولانا خمسة باقي. يا حبيبي معلش المهم الآن دلوقتي لا يمكن إلا إذا كان يخلق، لا يمكن يخلق العالم إلا إذا كان حيا. نعم.
ولا يمكن ان يكون قادرا الا هو ترتبه، لو لم يكن حيا لما صح اتصافه باي صفه. نعم. انت بطل في الكل، وده سموا الحياه صفه مصححه ليس لها تعلق. نعم. انما هي ايه؟ مصححه باتصافه تعالى بغيرها من الصفات. نعم. لكن هل يتوقف الخلق على الكلام والسمع؟ لا. لا. انما يتوقف على القدره ويتوقف على الاراده ويتوقف على العلم وعلى الحياه. نعم. عشان كده ركز على الاربع. نعم. اللي هي بيسموها عليها مدار الالوهيه. نعم. اما غيرها لا يتوقف عليها المعجزه. نعم. ولا يتوقف عليها مدار الالوهيه ولا الخلق ولا غير ذلك. نعم. ده بالنسبه لايه؟ لهذه الاربع بيه بالذات. نعم. واضح ولا مش واضح؟ نعم. لأنك مثلا إذا رأيت بناء كده فلا بد كده أن يكون الذي بنى هذا البناء حي. نعم. ولا بد أن يكون قادرا، ولا بد أن يكون أراد بناءه، ولا بد أن يكون عالما بالمواصفات اللي تعالى مثلا في سورة ياسين. تأمل كده في آخر السورة كده تأمل كده جميل. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي ايه؟ رميم. قل يحييها الذي انشاها اول مره. كان يختم الايه كده ايه؟ وهو على كل شيء قدير. وهو بكل خلق عليم. ذكر هنا العلم. نعم. طب هنا التحدي في ايه؟ في القدرة على الاحياء في الايجاد. هي إيه دخل العلم هنا؟ قال لك ما خد بالك، ما هو العلم ده من الاربع صفات اللي هي عليها المدار. قدره واحده لازم معها علم، ولازم معها اراده، ولازم معها حياه، يعني ما ينفصلوش عن بعض. فجاء هنا لم يقل قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو على كل شيء قدير وهو بكل خلق عليم. طب لماذا ذكر العلم هنا ولم يذكره مثلا عند الايه اللي فيها احياء الموتى بتاع او كالذي مر على قريه واعلم ان الله على كل شيء قدير. قال اعلم فلم اعلم الله على كل شيء قدير، ما قالش اعلم ان الله بكل شيء عليم. نعم. اهلي بس هنا اختلف، لانه احياء الموتى صحيح متوقف على القدره. نعم. ولكن لا تنفع القدره وحدها بدون علم. لا. ليه؟ لانه ممكن عظام الارض اكلت العظام واصبحت ايه؟ رميم. فاختلطت عظمي بعظمك وبعظم الكافر اليهود والنصارى اصبح كله. فهنا لو ما فيش علم هيروح بعثك انت في صوره واحد قسيس، وبعث القسيس في صوره شيخ مسجد، لانه جهل ما راح به في بعضه. فلا بد من العلم لتمييز هذا عن ذاك. القدره واحده لازم فيها العلم.